السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي. وصفتنا اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن كيكه سهله اقتصاديه وسريعه في التحضير. خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. قبل ان ندوزو الوصفه كما العاده نصلي الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله توكلنا على الله. اول شيء عندي جوج حبات ديال البيض، وبالنسبه للبيض كيكونوا كي درجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما يكونوش عندنا في الثلاجه. بسم الله، كما كتلاحظوا معايا كنحيد الصفار على البياض بهذا الشكل. كما لاحظتوا معايا هنايا غنحتفظ بالصفار، غنضيفو فيما بعد. غنحتاج كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. بسم الله، وغنخلط هاد العناصر، يعني حتى يندمج السكر مع بياض ديال البيض. يعني في هذه المرحله كنطربوا البيض مزيان حتى كيذوبوا داك الحبيبه ديال السكر. الا كان عندكم ما كيطرب ديروه، ما كاينش. انا هنايا اخترت ندير الكيكه غير باليد ديالي، لان كاين معظم الناس يعني ما عندهمش طراب الكهربائي، لهذا اخترت نديرها باليد. المهم دابا غنطربوا البيض مزيان حتى يذوبوا داك الحبيبه ديال السكر. هنايا كما كتلاحظوا بعد ما طربت البيض، انا طربتهم غير باليد ديالي، يعني ملي كيكون كاين البياض ديال البيض والسكر يعني دغيا كيطربوا، ما كيحتاجوش معنا كاين بزاف ديال الوقت. كنحصلوا كي على واحد الخليط اللي كيكون ابيض، يعني ماشي كيتضاعف الحجم ديالو، فقط هكا كيولي البيض ابيض على هذا الشكل. في هذه المرحله غنضيف معلقه صغيره ديال الزبده، يعني الزبده الطريه، ومن الافضل تكون هكا درجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما يكونش عندنا في الثلاجه. كما كتلاحظوا معي يعني كريميه، يعني بالنسبه لهاد العناصر اللي كنخدموا بهم الكيكه من الضروري يكونوا هكا عندنا غير في درجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش عندنا في الثلاجه، لا بالنسبه للبيض ولا بالنسبه للياغورت ولا اشياء كامل. هاد المرحله غنضيف جوج علب ديال الياغورت ولا دانون. الحقيقه حنايا عندنا يعني الياغورت في المغرب كامل كيقولوا له دانون، لهذا واخا كاين بزاف ديال لي مارك كنقولوا دانون. المهم الياغورت انا استخدمت نكهه ديال الفانيو، وبالنسبه للعلبه فهي كتزيد 100 غرام. وكنخلطوا العناصر مره ثانيه. كذلك غنحتاج معلقه صغيره ديال الخل، يعني معلقه متوسطه، وايضا غنحتاج كاس غير مملوء بالزيت ما يعادل 90 غرام. وبالنسبه للزيت غنضيفوه فيه على دفعات، ما نضيفوش كميه كامله، نضيفو ونحركو. هنايا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما ندمجو العناصر، دابا غنضيف الصفار ديال البيض، يعني جوج ديال الصفار ديال البيض اللي احتفظت بهم، ونرجع نحرك العناصر. في هاد المرحلة مغنحركش العناصر مزيان، يعني فقط غندخل داك الصفار ديال البيض، ومن بعد غنبدا نضيف الدقيق ولا الطحين. بسم الله، دابا غنبدا نضيف الطحين ولا الدقيق ولا فارينة، فهي عندها بزاف ديال الأسماء. بالنسبة للكمية اللي غنحتاج، فأنا غنحتاج 3 ديال الكيسان ديال العنبة ما يعادل 300 غرام، ولكن بالنسبة للكأس الأخير يعني غنضيفو غير شوية بشوية ونشوف يعني القوام ديال العجين. المهم غتشوفو معايا جميع المراحل. ونضيف الكأس الثاني ونحرك. بالنسبة للكأس الثالث ما غنضيفوش كامل، غنضيف غير شي شوية. في هذه المرحله كنبقاو نضيفو الدقيق غير شويه بشويه، لان كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق لا، وكذلك كيكون اختلاف في الحجم ديال البيض، يعني الا كان البيض صغير ما غيهزلكمش نفس الكميه اللي هز لي انايا، لهذا كنضيفو غير شويه بشويه باش كنتحكموا في الخليط، لانه واخا كنعجنوا الكيكه اكثر من مره الحجم ديال البيضه كيتبدل، يعني ما كيبقاش نفس الحجم. يعني دابا اللي درنا البيضه كبيره مره ما جاقطه نديرو يعني واحده صغيره واحده كبيره، لهذا كنضيفو الدقيق غير شويه بشويه. وغنحتاج 3 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. بالنسبه للخميره كما لاحظتوا معي انا درت 3 ديال الاكياس، لاني غنطيب الكيك هكا في البرا العادي، لهذا خصكم ديروا 3 ديال الاكياس الا بغيتوا هكا الكيكه تجيكم فشفشه ماشي بحال الفران ديال الضو. الا كان عندكم كاين الفران ديال الضو ديروا غير جوج ديال الاكياس، لان الفران ديال الضو كيكون فيه الضغط وكيطلع يعني الكيك حسن من الفران العادي، لان ما كيكونش هكا كينفس ولا شي حاجه، ملي كنشدوا الباب ديالو كتكون هكا الباب محكمه الاغلاق، لهذا كيكون الفرق. الا بغيتوا هكا الكيك يجيكم طالع وانتم طيبتوه غير بالفرة العاديه، ضروري يعني خصو يكون هكا الفرق ديال الخميره، لان الفران ديال الضو كيكون فيها الضغط. المهم لهذا من الافضل الا درتوه في الفرة العاديه ديروا 3 ديال الاكياس، درتوه في الفران ديال الضو ديروا غير جوج. فهاد المرحله غنضيف غير شي شويه. يعني بالنسبه للقوام ديال الكيك دائما كنشوفوها كي بالعين ديالنا، واخا يكون هكا القياس مضبوط. ملي نكونو كنحركو هاد الكيكه نحاولو ما نحركوهاش يعني بواحد السرعه كثيره، يعني نحركوها غير شي شويه بهذا الشكل، وهذا هو القوام كما كتلاحظوا معايا كيكون على هذا الشكل. يعني الكيكه ما كتكونش ثقيله بزاف، وفي نفس الوقت ما كتكونش خفيفه بزاف، لان الكيكه الا كانت خفيفه وطيبناها غير في الفرن العادي هي غتجي هكايا طيب، ونحلو عليها غديرنا هكا واحد الحفر في الوسط، لهذا من الافضل الخليط ديال الكيك يكون يعني هو هذاك، ما يكونش خفيف وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل، باش ما تجيناش هكايا الكيكه منقصه من الداخل.
المهم هذا هو القوام كما كتلاحظوا معي، يكون على هذا الشكل. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي دخل الخليط فهما 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ما يعادل 300 غرام. وهذا هو الخليط ديالي صباح جاهز. بسم الله، هنايا عندي القالب ولا المول اللي غندخلو الفران. ان شاء الله غنخلي لكم القياس ديال المول يعني في صندوق الوصف مع المقادير. بسم الله، هنايا غنضيف الخليط. بسم الله، هنايا نجيب ملعقه ونقادو بهذا الشكل. يعني كما لاحظتوا معي بالنسبه للبيض قربناه مزيان والخليط جا كيشبع لا جينواز، يعني القوام ديالو كيتقيل وفي نفس الوقت يعني فيه الفقاعات من الداخل. يعني هذا فقط لاننا طربنا البيض يعني بشكل جيد. نحاولوا نقدوه غير شي شويه لان ملي غندخل الفران غتساوى. المهم هذه هي الكيكه من بعد ما وضعتها في القالب، دابا غندخلها الفران اللي شعلته من قبل. يعني بالنسبه للفران كنشعلوه يعني مسبقا هكا تقريبا ب 15 دقيقه باش يسخن. ملي كندخلوا الكيكه للفران كنحطوها في الجهه الفوقانيه وما كنحلوش عليها نهائيا 40 دقيقه، يعني من الضروري تحتاربوا يعني هذا الوقت، يعني 40 دقيقه ما كنحلوش عليها الفران. والشعله يعني خاصها تكون ناقصه الاقصى حد باش هكا الكيكه طيب على خاطرها وفي نفس الوقت يعني ما تحرقش معنا. ملي كدوز هكا 40 دقيقه كنجيبوا هكا شي قضيه ديال الشوال ولا شي كاردو ولا موس، الا خرجنا ناشف يعني معناتها الكيكه راه طابت، يعني بقى شويه فازل يعني كنخليوها تكمل الطياب ديالها. المهم دابا راه ندخل الكيكه ديالي للفران نخليها حتى طيب ونرجع معكم ان شاء الله. وهذه هي الكيكه كما كتلاحظوا معايا بعد ما خرجتها من الفران فهي راه مازال سخونه. كما ذكرت لكم من قبل انا خليتها 40 دقيقه، ومن بعد جبت هكا كيكه ولا لعب ديال الخشب درته على هذا الشكل، لقيتها مازال شويه وخليتها تكمل الطياب ديالها. بالنسبه للوقت اللي خدات معايا فانا خدات معايا ساعه ديال الطياب. وكما ذكرت لكم بالنسبه للشعله كتكون ناقصه لاقصى حد باش هكا طيب على خاطرها. بسم الله، وهذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا معي، كتجي مرتفعه وفي نفس الوقت يعني كتجي شيشه اسفنجيه. بسم الله، هنايا غنحيد هذا المول يعني ولا هذا القطار اللي كتكون فيه. يعني درت هكا الورق في الاسفل، يعني من الافضل الا بغيتوا هكا الكيكه تحيدوها بكل سهوله ديروا لها الورق، ومن بعد كنحيد الورق بهذا الشكل. كما كتلاحظوا معي يعني ما احترقات ما حتى حاجه، اللون ديالها جا مفتوح يعني ما شاء الله على هذا الشكل. كما كتلاحظوا معي يعني جات رطبه وهشيشه لاقصى حد. ومن بعد كنجيب هكا شي طبسيل وكنحطها بهذا الشكل. يعني بالنسبه لهاد الكيكه نتعاملوا معها غير بشويه لان كتجي فتيه ورطبه، يعني وهشيشه لهذا كنتعاملوا معها غير بشويه. ودابا غندوزو للمرحله ديال التزيين. بسم الله، بالنسبه للتزيين يعني غنديروا شي حاجه بسيطه. عندي هنايا جوج ملاعق كبار ديال المربى ديال المشمش، وكذلك عندي كاوكاو ولا الفول السوداني. بالنسبه لهاد الكاوكاو فانا كنحضرو يعني غير في المنزل كنحمرو ومن بعد كنطحنو، يعني هكا يا غير داك القطاعه ديال الملوخيه فهي افضل. كطينا هكا يا كاوكاو اونكاسي يعني حبيبات. ملي كتقطعوه يعني بالنسبه لديك الغبره اللي كتبقى جيبوا هكا واحد الصفايه وغربلوها باش هكا كتحصلوا على حبيبات، يعني هكا صافيه ما فيهمش داك الغبره كتكون بحال الطحين. وهكا ممكن تزينوا به الحلويات صابلي الكيك اي حاجه، وفي نفس الوقت يعني حضرتوه في البيت ديالكم كيكون ارخص. بسم الله، اولا غندير شويه ديال المربى، نحاول هكا نوزع المربى بالشيته ولا الفرشه. كما كتلاحظوا معايا بالنسبه للمربى فانا عندي يعني هذاك اللي كيكون بريفات ديال الاكل لاني ما توفرش على الاخر. هكا ملي كندهنو كنحيدو داك الطريفات اللي كيبقاو، يعني دائما كنقضيو بداك الشيء اللي عندنا في الدار ديالنا. بالنسبه لهذا المربى فهو كيجي افضل يعني مع الكاوكاو ولا الفول السوداني، يعني الا درتو من الافضل ديرو ديال المشمش لانه كيجي بنين وفي نفس الوقت يعني كتلقى الحموضه مع الحلاوه كيعطي هكا واحد المذاق رائع. المهم بالنسبه للناس هكا اللي كيعجب المشمش وكذلك الحموضه. صافي، وهكا كندير لها غير شويه ديال الكاوكاو هذا الشكل يعني حبيبات. ممكن ندير جوز الهند يعني الكوك، ولكن بالنسبه للكاوكاو كما قلت لكم فهو كيجي افضل مع المربى. الا حبيتوا هكا ديروا ثلاث جوانب دهنوهم حتى هما بالمربى وديروا، انا غنكتفي هكا غير من الفوق. الا بغيتوا هكا الجوانب حتى هما يجيكم ملبسين حتى هما دهنوهم بالمربى وديروا لهم هكا كاوكاو، يعني قبضوا هكا باليد ديالكم وزيدوا هكا على جوانب كاملين. يعني بالنسبه لهاد الخطوات فهي كتبقى يعني على حسب الرغبه ديال كل واحد يعني ديال التزيين. صافي، وهذه هي الكيكه كما كتلاحظوا معايا، وهذا هو التزيين اللي غندير لها، يعني تزيين بسيط وفي نفس الوقت كيجي يعني رائع لا في الشكل ولا في المذاق.
صدقوني ملي غتجربوا هاد الكيكه فهي من اروع الكيك كما لاحظتوا معي، يعني مقادير بساطين وكتجي واحد الكيكه اللي اسفنجيه من الداخل. وحتى بالنسبه يعني الطريقه ديال الخدمه خصنا نحترموها كما لاحظتوا معي، يعني كنخدموها كاي الاشياء يعني كل وحده ورا بعضها. بسم الله، دابا غنقطع معكم الكيكه ونشوفوا القوام ديالها كي جا من الداخل. بسم الله بسم الله، دابا غنحيد معكم واحد القطعه تشوفوها كي جا القوام ديالها وكي جات من الداخل كما كتلاحظوا معي. هذه هي القطعه، يعني كتجي هشيشه واسفنجيه. بسم الله، يعني كما كتلاحظوا معايا كتجي كيكه هشيشه ورطبه، يعني قد ما هي رطبه ما كتهش هكايا بالشوكه كما لاحظتوا معايا. نوريها لكم باليد ديالي، في الحقيقه كتجي هشيشه وكتذوب في الفم كما لاحظتوا معايا، يعني ملي جات نهزها هكايا بالشوكه يعني ما كتهش لانها كتجي فتيه ورطبه من الداخل. بسم الله، الحقيقه كيجي المذاق ديالها رائع، يعني داك المربى وكذلك الفول السوداني ولا كاوكاو والنكهه ديال الباني يعني ديال ياغورت ديال الباني يعني دانون، كتجي هائله خفيفه الماكله وحشيشه وكتجي كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وجربوها، وانا اكيده بانها غتنال الاعجاب ديالكم لانها كتجي هشيشه وفعلا كتستحق التجربه. المهم احبائكم كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم. إذا عجبتكم الفكرة كما العادة ما نساوش شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء، إذا كنتو جداد اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما كل جديد. دابا ما بقالي إلا نودعكم وأبشركم بروك، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر فكرة ثانية. مع السلامة.